طيب تعالوا بقى نروح من محمد صلاح لمحمود حسن تريزيجيه لاعب ترابزون سبور التركي. طبعا اللي نشر هو كمان صوره ليه مؤخرا، ولكن هذه المره كانت صوره ليه في مكه المكرمه وهو بيؤدي مناسك العمره، وكتب عليها تعليق الحمد لله. طبعا من ناحيه ثانيه انتظم تريزيجيه في تدريبات فريقه استعدادا للموسم الجديد، وشارك كمان في مباراه وديه امام احد او احدى الفرق المجريه، وانتهت هذه المباراه بالتعادل 2-2. بالمناسبه تريزيجيه برضو كان تلقى عرض مغري من نادي اتحاد جده وعرض اخر مغري من اهلي جده للانضمام، لكن نقدر نقول ان هو فضل انه يعني يكمل على وضعه الحالي، واستطاع بالفعل ان هو يتالق مع فريقه. وبالمناسبه فريقه هو كمان قرر التراجع عن مجرد فكره بيعه والاستغناء عنه والابقاء عليه في الموسم الجديد. وحاجه لطيفه جدا لما يكون يعني ولادنا المصريين اللعيبه المصريه المحترفه مشرفينا وبيقدموا مستويات محترمه جدا وعاملين فارق مع الفرق اللي هم معاها، لا الحاجات دي بتسعدنا كلنا. صح طبعا.